السلام عليكم يا اخوان، طول غبت جاب القناي الفيديو يخص الاكثر من الوضع. يوم شباب اليوم مقطع راح نقيم لعبة الهلال الموسم الماضي، حقق الدوري وحقق كاس الملك كاس السوبر، اداء خرافي جدا الهلال. اليوم بنقيم كل لاعب وكل الصفقات، كل لاعب من الاساسيين اشتركوا معنا بالموسم 3000 مشترك ان شاء الله قبل نهاية السنة. عشان ما اطول عليكم مقدمة، بسم الله خلينا نبدا في المقطع، لان انا خلاص ما عندي مقدمات ونبي دعم قوي. يلا شباب، ياسين بونو هو اول لاعب عندنا في القائمه، قدم اداء خرافي مع الهلال، تصدى تصديات خرافيه، ظهر ضد الانديه الكبيره وصرف كلين شيت ممتاز. واللاعب صراحه بونو اكيد بدون اي مقدمات راح اقيمه بتقييم اسطوري بدون ادنى شك. بعدنا عندنا شباب قائمه الهلال الظهير الايمن سعود عبد الحميد، صراحة ظهير خرافي، تبقاه مهاجم يجيك بالهجوم، تبقاه مدافع يدافع لك، تبقاه يصنع لك اهداف، يصنع لك تبيه يسجل كل شيء كل شيء كل شيء يقدر يسوي. ما شاء الله تبارك الرحمن، لياقة خرافية. لاعب صغير عمره تقريبا 23 سنة، 24 سنة او 22 سنة، يقدر يقدم لك هو 10 سنوات واكثر بالراحة، 10 سنوات واكثر بالراحة يقدر يقدم لك هذا اللاعب. لاعب تلقاه بكل مكان في الملعب، تقريبا نقدر نقول انه جوكر. ما شاء الله تبارك الرحمن، لاعب ساهم تقريبا اهداف كثير هذا الموسم، سجل اهداف وصنع اهداف، لاعب خرافي جدا جدا جدا. فيعني هذا 100% سعود عبد الحميد راح يجي في قائمه اسطوري، اللي يقول اقل من كذا هذا شماء واحد ما يعرف بالكوره. سعود عبد الحميد اسطوري. اللاعب اللي عندنا شباب الحين المدافع السعودي علي البليهي، قدم اداء جيد تقريبا نوعا ما اسطوري، لكن في بعض المباريات كان علي البليهي ما يظهر فيها، او انه كان يسوي تصرفات والهلال يعني مثلا على سبيل المثال في مباراه النصر نهائي كاس الملك، علي البليهي سوى تصرف يعني ما كان له داعي ابدا، خلى الهلال يستقبل هدف على طول من بعد طرده. فيعني البليهي يعني تقريبا نوعا ما احيانا يظهر احيانا ما يظهر، احيانا يعني نشوف منه اداء سيء، احيانا نشوف منه اداء يعني نوعا ما اسطوري، مره نشوف من التصرفات يعني سيئه. البليهي نحطه في تقييم جيد، يعني تقريبا قدم جيد، لكن الموسم الجاي انا افضل تنبكتي على حساب البلاي. اللاعب اللي بعد المدافع السنغالي كوليبالي، بدون ادنى شك هذا على طول نقول اسطوري، خلاص قفل اللاعب، ما يحتاج اظهر لكم لقطات اصلا، لان هذا اللعب خرافي بدون ما اطلع لكم لقطات ولا اسوي لكم شيء. كينان لودي على طول سيء، بدون ما اتكلم مثلا اللاعب اللي بعد سيء على طول ما يحتاج اقول لك. اللاعب اللي بعد سافج، هذا اللاعب بجد لازم نتكلم عليه، لاعب خرافي، لاعب عالمي جدا جدا جدا، اسطوري. وانا ساكت وانا نقفل فمي، يعني اللاعب هذا اسطوري بدون ادنى شك. اوكي خليني ابدا نسرع، يعني خلينا نقيم الان نيفيز ونيمار مع بعض. نيفيز اسطوري، نيمار جيد بس كذا صراحه. شوف انتوا يا شباب، خلينا الحين نقيم مالكم وسالم الدوسري، الاثنين هذول راح نضيفهم على طول في قائمه اسطوري، ما يحتاج اتكلم ليه. الصراحه اثنينهم قدموا اداء خرافي من ناحيه اهداف، من ناحيه مساهمات، ما حاجه اتكلم كثير خلاص اساطير. شباب عندنا الان اللاعبين الاثنين اخر لاعبين عندنا ميشيل وميتروفيتش. اول شيء ميشيل، ما هو ميشيل نفس الموسم اللي راح ولا الموسم اللي فات. ميشيل اول ما جاء الهلال كان لاعب مهاري، كان لاعب سريع، كان لاعب يسجل تقريبا، كان لاعب يصنع. هذا الموسم ميشيل ما شفنا منه اداء خرافي، مش ميشيل نعرفه. ميتروفيتش قدم اداء خرافي جدا جدا يعني، فميتروفيتش بحطه قائمة اسطوري، وميشيل بحطه قائمة جيد. اتمنى كلكم يعني انكم يعني معاي في القائمة، يعني اتوقع ان في بعض اللاعبين انتم مش معاي يعني معاهم بالقائمة، يعني اتوقع لودي كل الناس معي، لودي 100% كل الناس معي. علي البليهي حاطه تقييم جيد، اتوقع مش في ناس يعني ما يعني والله ما ادري شباب شو نقول. السلام عليكم، شوفوا حلقة جديدة.